بعض المعارقين، مرة ثانية تنويع، بعض المعارقين يستعملون كتبا قديمة مثل الغزالي، مسكين الغزالي، محمد بن محمد الغزالي، هذا الذي يقال بالغزالي، الكتاب أنا اطلعت عليه، هذا المخطوط، كتاب قديم الذي يقول بالغزالي وكتاب الليف وذا الكلام ومن يقرأه يفر ويجن، أنا قرأت هذا الكتاب اطلعت عليه، أهدى إليه أحد الأخوة قال بغنك طالع هذا الكتاب، فقرأته، فيه الخير وفيه ما ينتقد، لكن نسبته إلى الإمام الغزالي فيها نظر، لا يوجد إثبات علمي تثبت أن هذا الكتاب للغزالي. ومن هذا الغزالي، هل هو الغزالي القديم في القرون الأولى الإمام صاحب المستصفى الأصولي، أو هو غزالي آخر؟ زين، وما الإثبات؟ ومن هو؟ فإذا قلنا أنه غزالي آخر، فمن هذا هو المجهول، هذا الغزالي الآخر؟ وإذا قلنا أنه الغزالي الأول، فما الدليل على أن هذا الكتاب ينسب إليه؟ فهذا كلام فيه نظر، ويقول لك شمس المعارف. المهم أنا لا يهمني ما يقرأ من الكتب، يهمني ما يستعمله في علاجه، فإن كان يأتي بأشياء جائزة شرعا فلا بأس باستخدام ما يعطيك إياه، وإن كان يأتي بأشياء لا تجوز شرعا كطلاسم أو ذبح دجاجة أو ذبح بقرة، وعند غلاء الأسماك في مرة من المرات جاءني شخص قال بأن المعلم قال لي جيب سمك مشوي، لا صراحة هذا حد قال لي، قلت له السيب أن السمك غالي في هذه الفترة، فالجن بين غيره بين سمك بدل لحم، تعبوا من لحم، إيش ذا الكلام؟ فهذا أمر لا عجيب، عجيب أعطيكم طرفة أخرى، هذا رجل مدرب في نادي، نادي في السلطنة، مدرب يخبرني ولد العم كان حاضر على القصة، المدرب بدل يدربهم قال لا احنا بنروح مع معلم، ما اريد اذكر من اين هذا المدرب، هم مشهورون بالاشياء، يقول ودانا في سيح ساعتان ثلاث، نحن نمشي في ذاك السيح ومدعي دياكه ودقاق في الدبه مسكر عليهم، ورحنا وصلنا مع سدره، قال تو احنا بنسوي طريقه ونهزم نادي السين، هذا النادي الثاني، قال يلا الفاتحه، قرينا الفاتحه تف تفلو الفاتحه تف مرتي، يقول مية تعبنا بطلع هذا الدقاق، يوم بطل هذا الدقاق تصورت الدقاق مسكر عليه كم ساعه، شاف الدقاق ما شعل دانات طايح روسين، قال شوف هذا معلم ما نادي سيب ضرب الديكي مالنا، معلم ما نادي سيب ضرب الديكي مالنا، الديكي مالنا طاح، يقول اخذنا الدقاق ثم قمنا نقرا الفاتحه ونقرا الفاتحه ونقرا الفاتحه لين تعبنا مية مره واحنا نقرا الفاتحه، قالوا الفاتحة ودفنوه الدقاق، قال وقت المباراة قال الجول الأول الثاني الثالث دبلوا الفريق، كيف مدرب قال صبر صبر الجني مانا وما نادي السيب يضربه في السطح، تبي يفوز الجني مانا ونفوز، إلى أن هزموا في المباراة، صح رئيس فيش العقلية يعني بالله عليك، وحال للأسف الشديد شخصيات كبيرة تأتي بهم، يعني التقيت بشخص تاجر قال أريد أن تلتقي بمعلم من الدولة الفلاني، من قابلنه؟ قال قابلنا فلان الفلاني، ما أذكر أسمه، أنت ورطونا شخصية كبيرة يعني، قال من أجل نسوي لهم بعض الأعمال، وجاني مدارسي، هو عنده مدارس خاصة هذا زميل يعني معرفة ليس بصديق، فقال يا أخي خلي فيك سحر فيك كذا وأنا فزعان، قلت له ودي الحلال لا فيك واحدة ولا هنتين خليك من هذا الشخص، المهم بعدين هذا الشخص ودوه للنادي، ايضا النادي على راس شخصيه كبيره يعني ما نستطيع ان نذكر الاسم، ونحن في الطريق من الامارات كنت انا والرجال هذا، جاء الجول على نادي السيب 1-0، اتصلوا بصاحب الرجال هذا جنبي يا اخي شوف ان المعلم صار تورطنا تو بهزوين 1-0، قال ما يهمكم جنبي معلم تو بيسوي لكم حاجه ونتعادل وما ننزل للدور الثاني، الله يصرفه، وجابوا التعادل، اتصلوا من هذا المعلم يقصدني انا، المهم هذا الرجل اللي جابوه قابل الشخصية الكبيرة راح معه، قال أنا باغي فلوس، قال ما ليش فلوس، قال ما العمل، قال اخرج من تو لا اتصل بك تو أمر لك بسجن، والرجل يقدر أن يسجنه، قال اخرج من المكتب الآن لأرفع السماعة وعقوك في السجن، ما فيك أدب يقول طلع برا، فأنت تصور ناس مثقفة شخصيات كبيرة تؤمن بهذه الأشياء وتؤتي بأمثال هؤلاء،
فما بالك بالناس الضعاف. لذلك الناس يحتاجون إلى توعية، إلى تثقيف. أمثال هؤلاء ولا كرامة، ما أجازه الشرع رقية شرعية، ما أجازه الشرع رقية شرعية، وما دخل في نحوها، المحو داخل في الرقية الشرعية، قراءة القرآن على الزيت على الماء يدخل في الرقية الشرعية. لكن نأتي برجل قالك سوينا حال مباراة نريد نفوز، سوينا حال الرزق يجينا الرزق، باغي حجاب بس يجينا الرزق، سوي لي حال حجاب والله أنا باغي مسمه قلب فلان يأتي إلي أكذب قلب فلان، إيش هذا الكلام؟ هذا كله لا يجوز، هذه أشياء لا تجوز، لا تجوز شرعا. حضرت على رجل جاء عند شخص من الثقات، رجل كبير في السن، قال أنا والله عندي مشكلة، يعني أموري لا تمشي وأنا فقير وأنا كذا. قال فلان صلي الفجر، أنت لا تصلي الفجر، يأذن أنت ما تصلي. الرجل عنده بصيرة، قال صحيح، قال صلي الفجر وبإذن الله تعالى تعطي رزقك. سكت فيه، قال لكن زين أعطيني حرز. حول ولا قوة، أنت صلي الفجر ومع صلاة الفجر وقال الله تعالى رزقك. قال زين أنا بصلي الفجر إن شاء الله، أنت أعطيني حرز تو هسه بيجيني رزق، ومصر باغي حرز من أجل أن يأتيه الرزق. قال آخر كلام، سمعني ماشي كلام ثاني، روح وصلي الفجر واستعين بالله تعالى والله تعالى سيرزقك من حيث لا تحتسب.